مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تدشن مركز التنمية الثقافية قسم المكتبة في مركز الحركة الثقافية في صور. دشنت الوزيرة السابقة ليلى صلح حميدي مركز التنمية الثقافية في صور، والذي تم تأهيله وتجهيزه من قبل مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية بأحدث التقنيات تستخدم للمرة الأولى في الشرق الأوسط بحضور السيدة رنزة بري. مشكلة لبنان اليوم هي في هذا التعدد الديني والحضاري، فلا هو قادر أن يكون دولة دينية كبعض الدول العربية، ولا في إمكانه أن يصبح دولة علمانية كما في الدول الغربية، لأن المسلم أحب بلاده حبا ناقصا آثرا العروبة حتى أصبح يتيمها، والمسيحي أحب بلاده حبا خانقا عازلا الدولة حتى اختصرها بمنطقة وأكثريتها بأقلية. لقد أخذت الطائفية في لبنان منحا تعصبيا لدخولها في نسيج البناء الاجتماعي والثقافي والسياسي، بحيث أصبح أكثر الناس طائفية هم أقلهم تدينا وأول المخالفين تعاليم الدين وجوهره، وما رأيناه سنة 1948 واليوم هو خير الدليل، وأدعو الله أن لا يكون سيء الطليع أيضا. وهذا التجاوز الإيجابي مطلوب استحضاره في هذه المرحلة، والتي للأسف نرى فيها الكثيرين يخرجون من جلد الوطن إلى انزواء في الأزقة والزواريب الطائفية والمذهبية والمناطقية الضيقة. ثم جرى تبادل الهدايا والدروع بين السيدة بري والوزير الصلح والأستاذ بلال شرارة.